الحين احنا حبيبي صراحة جماعة عزمونا على الرنقينة. هذا محمد ولد الحجية اللي سوت الرنقينة. محمد محمد قاعد يسولف، احنا دشينا عليهم كنا جايين نخطب وهم بعدهم. محمد يقول اثر فيني دمعة الوالدة. أيوه. وامك عزيزة علينا وانت عزيز على كل هالبحرين والكويت وبين. لا عاد بعد ام محمد زادت الكيلة. شوف اواز مو بس رنجينة، هذه عصيدة وهم بناكلها طيبة ان شاء الله. وهذه فتيتة. هذه عاد شنو مكوناتها فتيتة؟ هذه تمر. اي هو كله تمر مكسرات. نعم هذه ناخذها بيدنا شيء. ايه. فتيتة. عليكم بعصيدة. جزاكم من هالبحرين. عليكم بعصيدة. فتيتة وبديتة. ما شاء الله. عليك بعصيدة عاد. ام محمد مكشخة الاطباق. يمكن بعض الناس يقول ما نحط عليها شيء، هذا النوع من التزيين حقها. ذي عطيجة. عطني قهوة. يحلوكم يا هالبحرين. ما نرضى على زعلكم ابدا. ام محمد راضية؟ راضية. راضية؟ بس 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 والله شيء طيب. ما شاء الله. لا تشوف لي ام محمد، والله جميل لذيذة. يا هالبحرين. والله. الحين موضوع الرنقينة خلاص. انت شوف دامني موجود في موضوع زي احد مزعلكم قبل لا اسافر باكر. باقي لك ايش كثر؟ ما تسافر؟ كم ساعة؟ 15 ساعة. 15 ساعة. خلاص هذا موضوع الرنقينة يتسكر. موضوع ثاني يعني اشوفكم شيء ثاني. اي هذا ها هذا العصيدة وين؟ شوف ها ام محمد قاعد ياكل ويقول مو بحلوة. يا مال العافية. ها جدك؟ والله بالسيارة يقولون ها خاف ما تعجبنا تغم. ما شاء الله عليك والله العظيم حلوه والله. كفو حبيبي اكل. هاي ترى في جدر جاي. يا مال عافيه.